la diarrhea. إذا سيداتي أنساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، شرطة ضمن الخلية العربية الأصيلة المستردة والإنتاج أجرى ارتكاب تصريف من عمر 3 سنوات مسافة 1200 متر، ريد كونكت وندر أوف قطر أرثر مارتنز وكاجولينج جولدن سبير وايت وايت فنجان دومينيك كروك وكولين أين. إذا ينطلق الشوط مع الجواد رقم 7 دومينيك كروك سيد محمد الشافي، منافسة قوية من الجواد وندر أوف قطر السمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني هاري بنتي في ثاني المراكز، ثالثا مع كولين أين السادة مربط الجير مهند جاسم الياقوت في رابع المراكز. الخط المستقيم باتجاه خط النهايه وندر اوف قطر في وضع اليد الان ومكتمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني جاسم الغزالي الان وهاري بنتلي، منافسه قويه محاوله من ارثر مارتليك وشعيب بن خليفه الكواري الان منافسه قويه هنا الجود وندر اوف قطر وندر اوف قطر سمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني وهاري بنتلي جاسم الغزالي يتصدر هذا الشوط. الف مبروك لسمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني. هنا الفاز بالمركز الأول وندر في قطر مكسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني هاري بنتي وانا جاسم الغزالي ومدرب لهذا الجواد. ألف ألف مبروك للمالك والمدرب والخيال. هنا صورة جماعية للفاز في هذا الشوط. ألف مبروك وحظوظ الذين لم يحظوا.